مرحبا بكم متابعين ومشاهدين قناة الفرات الفضائية في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج البيئة والناس، والذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة. كونوا معنا. استقبل وزير البيئة المهندس نزار آميدي في مكتبه السيد جان كريستوف المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط في اجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال البيئة والتغيرات المناخية. وقد ناقش الطرفان دعم مجموعة من مشاريع التحسين البيئي بما في ذلك استغلال الغاز المصاحب وتبني الزراعة الذكية مناخيا واستخدام تقنيات الري الحديثة ودمج القطاع الخاص في الجهود المناخية. أكد الوزير على تطلعاته لتحقيق نتائج مثمرة من هذا الاجتماع لدعم تنفيذ الخطط الوطنية ضمن اتفاق باريس، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن وثائق هامة للعمل المناخي قبل انعقاد مؤتمر الأطراف 29. تشمل هذه الوثائق خطة التخفيف الملائمة وطنيا ووثيقة الاحتياجات التكنولوجية والبلاغ الوطني الثاني للتغيرات المناخية والبرنامج الوطني لصندوق المناخ الأخضر، والتي ستكون خارطة طريق مهمة للوفد التفاوضي العراقي. وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين البنك الدولي ووزارة البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة في العراق. على ما يبدو أن التغيرات المناخية التي طرأت على أغلب دول العالم والعراق خاصة دفعت بوزارة الثقافة دائرة الفنون العامة إلى تنظيم العديد من الفعاليات، إذ نظمت معرضا للفن التشكيلي رسمت فيه لوحات سلطت الأضواء على كافة المشاكل البيئية التي أضرت بالبلاد. حقيقة حضرنا تمثيلا لمعالي وزير البيئة لهذا المعرض المهم لدائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة بعشرات اللوحات الفنية والتشكيلية والأعمال الفنية الأخرى التي تجسد واقع العراق بتأثر بالتغيرات المناخية، ومن خلال الفنان العراقي ونتاجاته الإبداعية وجهت رسالات للمجتمع والعالم باعتبار العراق من الدول الهتشة المتأثرة بالأنشطة الصناعية لدول العالم، وهو البلد متأثر وليس سبب في مشكلة التغير المناخي. فأن تكون هذه الرسالات الفنية الإبداعية على المستوى المحلي والدولي والعالمي بالمشكلة التي يعاني منها الطبيعة العراقية والإنسان العراقي والهشاشة الناجمة على التغير المناخي. هذا المعرض اليوم من خلال الأعمال الفنية تسلط الضوء على المشكلات التي تعاني منها البيئة العراقية من تصحر وجفاف وجرد للبساتين والأراضي الزراعية، وكدائرة الفنون العامة هي مسؤوليتها الفن من حيث الأرشفة والتوثيق وتسليط الضوء على المناخ من خلال الأعمال الفنية التي شاركت اليوم.
الفنانون المشاركون في المعرض أكدوا دعمهم ومساندتهم كجزء مهم في نشر الوعي وإيصال الرسائل التوعوية في مجال التغيرات المناخية، مبدين استعداداتهم للدعم والتعاون مع كافة الجهات المختصة. المعرض سلط الضوء على التغيرات المناخية اللي تصير بالعراق، وحبيت أن أسلط عن طريق هذا العمل الضوء على التغيرات المناخية اللي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى احتراق المحاصيل الزراعية والبساتين بصورة عامة. إدارة الفنون كانت حاضرة بمشاركة 33 فنان، لكل فنان له رؤيته الخاصة في التعبير حول متغيرات المناخ. أنا كانت لي مشاركة في هذا المعرض بعملين بخصوص المناخ أسميته صوت الأرض. هذه هي رسالة من صوت الأرض للإنسان، تقول له لا تثقل علي أحمالك عليه حتى لا تكون النتيجة سيئة. تعتبر قضية التغير المناخي من أهم القضايا التي تشغل العالم بشكل عام، وتحظى بأولوية واهتمام دولي كبير. مساع كبيرة تبذلها وزارة البيئة وبالتعاون مع الشرطة البيئية وعددا من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لإيقاف التجاوزات التي باتت تشهدها أغلب مناطق البلاد. قامت الدائرة بتشكيل فريق مع الشرطة البيئية ودائرة الإعلام وبلدية الجسر بإجراء كشف على الموقع، وتبين أنه الموقع عائد لبلدية الجسر ومستغل من قبل المواطنين كمكب للنفايات. وطلعت اللجنة هنا على كإجراءات متخذة من بلدية الجسر تمثلت بحفر خندق وسواتر وأسيجة لتقليل من استخدام الموقع من قبل المواطنين. مديرية بلدية منطقة جسر ديالة كشفت عن اتخاذها عددا من الإجراءات لمنع التجاوزات على مساحة أرض موقع مخازن الطاقة الذرية سابقا ضمن ناحية جسر ديالة في العاصمة بغداد. هذا الموقع البلدية منذ أكثر من 10 سنوات هي تحاول أن تمنع المواطنين من رمي بالنفايات والأنقاض بعدة طرق، منها عمل سياج كونكريتي بالصبات الكونكريتية، عمل خندق بعمق مترين مع ساتو ترابي بعمق متر. الحمد لله بالوقت الحاضر تم حالة الجزء الخاص بمديرية بلدية الجسر بمساحة 38 دونم إلى الاستثمار لإنشاء مجمع فيروز السكني. إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة راح يتم تثبيت حدود القطعة. تجري وزارة البيئة ومن خلال فرقها الجوالة بين مدة وأخرى عدد من الجولات الميدانية في بغداد والمحافظات للاطلاع على تنفيذ الإرشادات التعليمية التي تصدر منها. وجودي هو نتيجة لاستهلاككم الغير مسؤول للوقود. في عام 2021 فقط أنتج العالم 36 مليار طن من الكربون، لذلك فهناك البلايين مني في غلافكم الجوي. سنغلف الأرض وستزداد درجة الحرارة كل عام وسنجعل من حياتكم أصعب. اتخذ خطوة وقلل انبعاث الكربون. عقدت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة البيئة ندوة توعوية تحت عنوان
تنفيذ خطة العمل الجنسانية لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2015 إلى عام 2030، وبالتعاون مع الدائرة الفنية ومديرية التغيرات المناخية قسم الكوارث، حيث تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والضرر الناتج عنها. شارك قسم الكوارث في مديرية التغيرات المناخية في الورشة المعدة من قبل الدائرة الفنية وبالتنسيق مع دائرة التخطيط حول الكوارث الطبيعية، وتم استعراض معنى الاستراتيجية الوطنية والعربية للكوارث وتبين معنى الكارثة وآثارها والضرر المتحقق منها، واستعراض مدى عمل أو ما توصل إليه العراق وموقف العراق حاليا بالنسبة للخطة الوطنية الخاصة به، وتم أيضا استعراض خطة العمل الجنسانية أو خطة عمل النوع الاجتماعي المعنية بالمرأة، والتي هي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للكوارث. تمت مشاركتنا في هذه الورشة التي تهدف إلى استعراض العمل عمل الخطة الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث وتفعيل خطة عمل المرأة في المجتمع للتصدي لجميع أنواع المخاطر البيئية التي تؤثر على حياتها في المجتمع. تم تقديم محاضرات تفصيلية حول تنفيذ خطة العمل الجنسانية لإطار سنداي وكيفية تمكين المرأة ومناقشة الجوانب المتعلقة بتنفيذ الخطة والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات والتقدم المحقق في هذا الصدد. تمت مشاركة مديرية التغيرات المناخية في الورشة المقامة في كيفية التعامل المرأة من الحد من الكوارث المناخية وكيفية التعامل مع هذه القضية، وتم الخروج بعدة توصيات في التعامل مع كيفية حماية المرأة من الكوارث المناخية والتصدي للتغيرات المناخية، وأيضا في عملية تمكين المرأة للتصدي مع التغير المناخي. تأتي هذه الندوة ضمن جهود وزارة البيئة لرفع الوعي وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأقسام المختلفة للعمل على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية في مجال البيئة والحد من مخاطر الكوارث. تلوث المياه يتمثل بدخول مواد ضارة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأنهار والبحار والمحيطات والبحيرات والجداول ومخازن المياه الجوفية كالآبار أو طبقات المياه الجوفية، مما يغير من خصائصها الكيميائية أو البيولوجية أو الفيزيائية، وينتج تلوث المياه عن إلقاء نفايات المصانع التي تحتوي على ملوثات كالكبريت والأسبست والنترات والرصاص والزئبق وغيرها من المواد الكيميائية الضارة، ووصول مياه الصرف الصحية التي تحمل البكتيريا الضارة، واختلاط المواد الكيميائية الناتجة عن عمليات التعدين بالمياه وإلقاء النفايات كالورق والألمنيوم والمطاط والزجاج والبلاستيك أو الطعام في المسطحات المائية، بالإضافة إلى تسرب النفط من الناقلات البحرية ووصول الأمطار الحمضية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، واختلاط المواد الكيميائية التي تنبعث من الأسمدة ومبيدات الآفات مع مياه الأمطار وتدفقها وتسرب مياه الصرف الصحي من الأنابيب واختلاطها بالمياه الجوفية وتراكم الكائنات الحية البحرية التي تموت نتيجة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة، واختلاط مياه الأمطار أو المياه الجوفية مع المواد المتسربة من مدافن القمامة إلى المسطحات المائية. نبقى الآن مع الحقيبة الإخبارية لمديريات ودوائر العاصمة بغداد وبقية المحافظات. شاركت دائرة حماية وتحسين البيئة في الوسط برئاسة المهندس سنان جعفر محمد في اجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة النائب الدكتور ماجد شنقالي، ناقش الاجتماع فوائد منصة أور الإلكترونية في تقليل الظواهر السلبية لطلب الموافقات البيئية وتبسيط الإجراءات الحكومية، كما تم استعراض أداء الإدارة البيئية والمكاتب الاستشارية ومناقشة تحديث البيّنة القانونية وتطوير المشاريع البيئية لعام 2025. شارك وفد من وزارة البيئة برئاسة المهندس مصطفى رشيد زنقنة في المنتدى العربي الثالث للبيئة الذي عقد في مدينة الرياض
حيث تناول المنتدى موضوع إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود، والذي يهدف إلى تقديم توصيات فنية لدعم البيئة في المنطقة العربية. كما أكد الدكتور علي اللامي مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة والمناخ خلال محاضرته في المنتدى على أهمية تبني استراتيجيات مستدامة لحماية البيئة وتعزيز القدرات المحلية في مواجهة التحديات البيئية. ناقشت وزارة البيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP خطوات تطبيق استراتيجية حماية وتحسين البيئة والحد من التلوث، حيث تضمن الاجتماع مناقشة إعادة صياغة القانون والهيكل التنظيمي للوزارة وتطوير برامج لتحسين نوعية الهواء وتقليل التلوث. قامت مديرية البيئة في الأنبار بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الحكومية ومنظمة حلم بإطلاق حملة تشجير في منطقة الرمادي ضمن مشروع التشجير الوطني. وأوضح سنان جعفر مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة الغطاء النباتي في محافظة الأنبار تماشيا مع مبادرة 5 مليون شجرة لتحسين البيئة المحلية. نظم الشعبة الإعلام البيئي في مديرية بيئة كربلاء المقدسة بالتعاون مع لجنة الجسر العشوائي حملة توعوية تهدف إلى نشر الوعي البيئي والصحي بين أصحاب محال القصابة والمطاعم والأسواق التجارية. وأشار جاسب الحجامي مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الأوسط إلى أهمية هذه الحملات في توعية المواطنين بمخاطر انتقال الأوبئة. وأكد حامد عبيد مدير بيئة كربلاء على ضرورة الالتزام بالضوابط البيئية لضمان سلامة المواطنين ومنع انتقال الأوبئة. أجرت فرق بيئة كربلاء المقدسة 342 فحصاً كيميائياً وبيولوجياً خلال شهر أيار الماضي لتقييم جودة المياه في المحافظة. وأوضح حامد عبيد مدير بيئة كربلاء المقدسة أن هذه الفحوصات تهدف إلى ضمان سلامة المياه المستخدمة والحفاظ على صحة المواطنين. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. دمتم في أمان الله وحفظه.